قفايتي نور الدين هو ذلك المناجر الثقافي الذي نجح في تسعينيات القرن الماضي في توحيد الأسرة الرايوية، ومن ثم إخراج فن الراي الذي كان محصورا على وجه الخصوص في الجزائر ونقله لأكبر دول العالم، حيث زار بفرقته المتكونة أساسا من الشيخ الريمتي، الشاب الزهوانية، الشاب حسني، بابا البشارية، صحراوي وفاضلة، قانا المغناوي وغيرهم كبريات العواصم الأوروبية الأمريكية الروسية اليابانية وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء، أيها الإخوة والأخوات في مدينة مستعالم. اليوم جينا ضيوف عندكم، مرحبا، رحبتوا بنا، شكرا جزيلا إلى هذه المدينة، مدينة الثقافة، مدينة الأصول وكذلك السياحة. Je me présente, أنا سي مسيو قفايتي نور الدين، متخرج من جامعة السوربون بدكتوراه من العلوم السياسية وكذلك من لانستيتيو دي هوز ايتيد انترناسيونال في السنوات 86 87، ومن ذاك الوقت اتجهت ديريكتومون إلى موسيقى الراي، حبا لهذه الموسيقى، وكذلك حتى أبرهن أن هذه الثقافة ستكون ثقافة، أن موسيقى الراي ستكون ثقافة جزائرية تاع الغرب الجزائري. وربي وفقنا ووصلنا للأهداف، حققنا الأهداف تاعنا، لأنه في ذاك الوقت جو ميتي أونغاجي مع الشيخة الريميتي الله يرحمها، مع الصحراوي فاضلة، الشابة الزوانية، حسني الله يرحمه ويوسع عليه، نصرو، شاب الطاهر، نور الدين المرساوي، وكذلك شابة خيرة، وهيأتهم لكي يكونوا جنود ثقافة موسيقى الراي وثقافة الجزائرية. واتجهنا في العالم بأسره، وخاصة إلى أمريكا، المكسيك، اليابان، روسيا، أوروبا، وكنا في كل الحافلات نتاعنا نطلعوا أعلام الجزائر ويرفرفوا كما يقول لك أو إي لوان أترافير توت لا بلانيت. الشيخ الريميتي الله يرحمها خدمت معايا 20 عام، الصحراوي فاضلة كذلك، الزهوانية 25 عام، حسني 5 سنين حتى الوقت اللي توفى الله يرحمه ويوسع عليه. حققنا هذه الأهداف لوطننا ولثقافتنا. ومن بعد احنا على بالنا باللي هاد الموسيقى هذه أصليين جزائرية من الغرب الجزائري. الخطرة اللي فاتت وزارة الثقافة اتصلوا بيا قال لك ماذا بيك دير لنا ان تيموانياج، شهادة باللي مع لي زارتيست اللي خدمت معاهم باش نبرر لهم باللي هاد الثقافة الجزائرية تاع الغرب الجزائري اللي تعتبروا ان اليونسكو، اليونسكو سيت ان اورغانيزم تاع الامم المتحده تاع الثقافه. انا اعوذ بالله، بقولت انا في 96 97 درت حفلات نتاع موسيقى الرايب باسم الشابه الزهوانيه ونور الدين المرساوي الانتيريور دو سياج دو اليونسكو ا باري. احنا موسيقى الرايب موسيقى جزائريه وتحيه الجزائر.